بص هي ما باظتش قوي يعني، هي لسه فيها امل ولسه فيها امال وطموحات كبيره جدا يعني. كده كده تشيلسي هيلبس في ليفربول، وكده كده جاي ليستر سيتي لمانشستر يونايتد. بس هي المعضله دلوقتي هو هل التطور اللي كان موجود الماتشات اللي فاتت علشان خاطر النتائج كانت بتبقى موجوده والمكسب بيجيب مكسب، او هل كان في شغل متعوب على الفرقه، او بعد الماتش بتاع النهارده قدام ساوثهامبتون الموضوع يبقى عامل ازاي؟ كل دي حاجات احنا محتاجين نتفرج على ماتش كريستال بالاس عشان نشوف الدنيا هتكون رايحه فين. بسم الله الرحمن الرحيم. بص قبل ما تسخن عليا وتقول له حياة امك انت بتتكلم على ماتش كريستال بالاس، امال انت جاي تتكلم في ايه النهارده؟ هقول لك حاجه بسيطه وهنتكلم بالراحه كده من غير ما تتعصب. انا عارف ان انت حاسس ان انت في نقطتين اتسرقوا وكنت هتطلع مركز ثالث والدنيا كانت بالنسبه لك مظبوطه وتكسب الماتش الجاي قدام كريستال بالاس، تلعب على تعادل قدام ليستر على اقل تقدير وتفنش الدوري بوست هام تخلص، كان ما يبقى الموضوع بالنسبه لك سالك. انما تقول ايه بقى لازم تلبس جون في الدقيقه 95 اللي هو الحكم حسب 5 دقايق وقت بدل ضايع؟ بس عادي، انت طبعا عمال تسال نفسك سؤال، هو برونو فرنانديز وبول بوجبا اللي كانوا تنانين ايه اللي حصل النهارده؟ هقول لك الموضوع بسيط، الراجل اللي كان قدامك مدرب ساوثهامبتون راجل اتفرج عليك قبل كده فبيلعب لك بال 4 4 2 وعامل عليك ستاره في نص الملعب علشان خاطر برونو وبول بوجبا ما ياخدوش راحتهم، فالاطراف كانت مفتوحه، فلقينا ماركوس راشفورد جاب فرص كتير ولقينا موسم جرينوود عمل ماتش سيء جدا علشان خاطر جرينوود لما بيلاقي ان مفيش باصات بتتبصله قدامه وحاجه تخليه يلعب موقف واحد على واحد وهو بيجري بتلاقي ان عنده مشاكل والكوره تحت رجله. اما مارسيال فمارسيال بقى له 3 4 ماتشات سايق الفرقه واخدها وراه علشان خاطر مارسيال بيعرف فنش كويس قوي بيعرف يجيب اجوان ممتازه جدا. مارسيال النهارده وراشفورد كانوا قدامهم ان هم يخلصوا الماتش من بدري بدري، بس مع الاسف الشديد هم وصلوك لمرحله معينه بتخليك ان انت تقول يا لو دي كانت جت، يا لو دي كانت حصل فيها، لان برضو قبل الهدف الاول لقينا ان مارسيال بيحط كرة غريبه جدا اللي هو رايح انفراد، يلا يا حبيبي اعملها تشيب بقى مفاجاه للحارس، لا انا هاخدها طويله لحد ما اوصل للست ياردة وضيعها. طب وبعدين ولا قبلين بعد ما بس الهدف الاول لقيت ان بول بوجبا حس ان الهدف سوء تقدير ليه وبول بوجبا خرج بره الماتش تماما بعد ما الهدف بتاع ساوثهامبتون جه، حتى لما الفرقه تعادلت وحتى كمان لما الفرقه تقدمت برده لسه بول بوجبا عمال يسال نفسه هو انا سبب الهدف الاول ولا انا الدنيا بالنسبه لي عامله ازاي. برونو اما الشريك الاخر لبول بوجبا برونو فرنانديز، فالراجل النهارده كان بيحاول يعمل اللي هو يقدر عليه، كان بيحاول ان هو يخرج من رخامه لعيبه ساوثهامبتون، لان طبعا كل المدربين شايف ان برونو فرنانديز واحد بيعمل فرق كبير جدا مع مانشستر يونايتد، فطبيعي انك هتدي تعليمات ان الراجل ده ما يطلعش باص من رجله باريحيه، ما يكونش مرتاح وهو بيلعب في نص الملعب، دايما يحس ان في لعيبه مؤذيه ممكن تاذيه، دايما خوفوه. فبرونو فرنانديز النهارده كان بيلاقي ضرب وكان بيلاقي حاجات كتيره، وكمان النهارده برده الراجل ما غلبش في كل اللي كان بيحصل معاه ده، برده بيميل ناحيه الشمال وبرده بيدي بونبونات للعيبه وعطى واحده لمارسيال بيقدر ان هو يجيب منها الهدف التاني علشان خاطر مانشستر يونايتد تتقدم، ويلا بقى حط رجلك في الجيم، ويلا بقى زود وحط رجل تانيه، ويلا حط رجليك الاثنين على المركز التالت واقبض في المركز التالت. لا انا اللعيبه بتاعتي هتفضل تضيع، هنفضل ماشيين كده علشان خاطر نشوق الجمهور لحد ما نشوف اللحظات الاخيره. الشوط الاول بيخلص على 2-1، يلا يا جماعه بقى هنكسب ويلا نزود تاني وتالت. بص انا اول ما لقيت ان في تغييره بتاع فريد مكان بول بوجبا عادي، قلت عادي يعني الراجل بيريح بول بوجبا مفيش مشكله، يلا يا عم ريح بول بوجبا. انما لما سكوت ماكدوناي نزل الملعب قلت لا هو ربنا يستر، لان باين من اول شوط تاني ان الفرقه سايبه الكوره لساوثهامبتون، وساوثهامبتون فرقه رخمه. ساوثهامبتون فرقه رخمه بتعرف ان هي تجيب هدف، وبتعرف كمان ان هي ترخم عليك حتى لو ما جابتش هدف توقع قلبك، وده اللي كان حاصل مع جماهير مانشستر يونايتد اخر ربع ساعه. انا مانشستر يونايتد عمال يضيع فرص، بس هو حاسس ان هو في اي لحظه ممكن يلبس جون. ليه بقى؟ ما هو مفيش دفاع بجد يعني، لو انت معتبر لاندلوف ومعتبر ان هاري ماجواير مدافعين فتحكي على نفسك يعني، اشتغل نفسك. بس عادي يعني طالما خط النص شغال وخط الهجوم يعني شغال فبتتغاضى على موضوع الدفاع، ويا دي خيا يشيل اللي يقدر عليه، انما ما يقدرش عليه الموضوع يكون بالنسبه له صعب. يعني مثلا في الهدف الثاني اللي احنا اتفرجنا عليه في اخر دقيقه لقينا ان دي خيا بيرفع ايده على ان هي اوفسايد، وما شافش ان ماركوس راشفورد مغطي، وما شافش ان رينالدو مغطي، ف دي خيا هيعمل ايه يعني؟ بص هي حاجات كتير قوي في مانشستر يونايتد محتاج انك تسال نفسك سؤال، وانا يعني قبل ما اتكلم في الماتش النهارده انا مستني اشوف ايه اللي هيحصل ماتش كريستال بالاس، لان انا مستني اشوف هل الطفره دي كانت طفره معنويه وكانت طفره لحظيه من الفرقه كانت بتكسب وكانت بتعمل اداء كويس، ولا هل الطفره دي كانت الحاجه كانت البناء كان بيتبني عليه، ام هل اللي كان بيحصل ده علشان مستوى برونو فرنانديز ومستوى بوجبا كانوا ممتازين في ماتشات، ام هل الموضوع ده هيكون استمراريه واداء جماعه الفريق؟ انا بصراحه مستني ماتش كريستال بالاس عشان خاطر اشوف هل فعلا الفريق كمنظومه جماعيه جيد، ام الفريق كمنظومه جماعيه
عنده مشاكل كتيره وبيعتمد على فرديات بول بوجبا وفرديات برونو فرنانديز في صناعه الفرص. غير كده لو ما بيصنعوش فرص برجع اتفرج على مانشستر يونايتد بتاع اول الموسم. مانشستر يونايتد بتاع اول الموسم اللي كنت بحس ان اللعيبه كلها راميه كل حاجه على راشفورد، وكمان لو مارسيال في الملعب يلعب مارسيال نشيل الفرقه. النهارده لما رجعت للسيستم القديم بتاع يلا راشفورد احنا ومارسيال نشيل الفرقه، الفرقه بس في الحيط. دي المشكله الكبيره في مانشستر يونايتد. انت عايز تعرف الاداء اللي موجود ده اداء لحظي وده شغل فنيات وفرديات فقط، ام ده اداء جماعي وده اداء مجموعه؟ انا بتمنى ان يكون اداء جماعي واداء مجموعه، وبتمنى ان مانشستر يونايتد يقدر يستغل الفرص المتاحه له، ويقدر كمان ان هو يستغل تعثرات تشيلسي اللي جايه، لان تشيلسي الموضوع باين جدا بالنسبه له ان هو هيقع، وكمان يقدر ان هو يكسب ليستر سيتي. ليستر سيتي اللي باين ان هو من ساعه ما نشاط ما رجع ان الفرق عندها مشاكل كتيره قوي، لان هو بيلعبوا 11 واحد. مانشستر يونايتد بيلعب ب 11 واحد برده نفس السيستم بتاع برونو بتاع براند روجرز في ليستر، بس ممكن لعيبه مانشستر يونايتد يكون عندهم بدني اعلى بكتير من لعيبه ليستر، فيقدروا يخلصوا ويوصلوا للشم ازاي. بص مش تخسر حاجه لو عملت لايك، ومش تخسر حاجه برضو لو ما عملتش لايك. قلت ليه ما عملتش لايك؟